اختم معاك لان خلاص وقتنا ازف خلاص بمباراه نهائي كاس الرابطه بين نادي المصري بورسعيدي وسيراميكا. طبعا هي فيها ميزه للفرقتين الحقيقه والناديين. المصري يعني دي تبقى بطوله من فتره كبيره جدا من 98 من سنه 98. سيراميكا دي تبقى اول بطوله، فبالتالي الاثنين هيقاتلوا والاثنين هيحاربوا والاثنين الحقيقه عندهم الامكانيات. يعني المصري ادى بشكل كويس قوي في نهايه الموسم، وفي نفس الوقت سيراميكا الحقيقه طبعا كان معاهم الكابتن حلمي طولان والمدربين الكبار مديرين الفنيين الكبار، لكن هو حتى الاداره يعني هي اللي قالت له خلاص كابتن بتتعاقد طبعا مع ايمن الرمادي وعندها ثقه فيه وعندها ثقه في لاعبتها ان هم هيحققوا حاجه. احنا هنشوف مباراه قويه جدا ومباراه اعتقد هتبقى مباراه ممتعه. توقع حضرتك المباراه؟ يعني مش عاوز بس اتوقع، هو انا بقول ان فرصه المصري اكتر. ليه؟ حظوظه اكبر طبعا. لان هم حظوظه اكتر لان هم في الفتره الاخيره الحقيقه عندهم استقرار فني واستقرار اداري، فبالتالي دعم جماهيري غير عادي ودعم جماهيري طبعا. انا حاسس ان ممكن يجي نص استاد برج العرب يعني الجمهور المصري، فبالتالي هم عندهم فرصه، لكن في نفس الوقت فرصه كبيره جدا لسيراميكا طبعا. شرفتني ونورتني، ربنا يخليك يا محمد، استمتع بوجود حضرتك معايا. وزي ما قلنا عمر سيد معوض في ريال بيتيس في فتره معاشه. ريال بيتيس مش فتره معاشه، اعداد، فتره اعداد. ودي يمكن ما حصلتش في اي ناشئ ان يروح اعداد، هو عمر سيد معوض رايح فتره اعداد ريال بيتيس. يعني فرص ان ممكن النادي ريال بيتيس يتعاقد معاه او يبقى في فرص كبيره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن رمضان شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا محمد، الله يخليك، انا سعيد جدا معاك حبيبي.